مساء الخير من الام تي في، برحب فيكم ببرنامج سكور. اليوم رح نحكي عن عدد كبير من الاحداث المحليه والدوليه، ولكن الموضوع الاساسي رح بيكون كره القدم. الضيوف بدايه فادي الكاخي. مساء الخير فادي. نحن هيك بدنا نحكي كره قدم. حضرتك مدرب معتمد باكاديميه اسباير بقطر، فرح نشوف شوي سوق الانتقالات، هل كان متخم هذا الموسم ام عادي؟ يعني مع انه عم حكى بديل 120 130 مليون لبوجبا، ما بعرف اذا ارقام غريبه نوعا ما. بونسوار مروان. بونسوار نجيب. بدنا نقول له مبروك لنيكو روزبرغ، جدد عقده مع فريق مرسيدس. اكيد بده يجدد عقده، يعني ما عنده محل ثاني يروح عليه، وحيقبل بحيلا ديل، يعني ما في سياره خاصة ممكن تعطيه فرصه يربح بهالجوله. هلا يمكن كان وفروا شوي اكثر مرسيدس لو مضيوا معه اليوم، لانه مضيوا معه قبل السبق كان هو متصدر الترتيب. صحيح. اليوم صار بالمركز الثاني. بالمركز الثاني فرقت معه على هالسباق، يعني قدر ضاين يمكن اكثر من 40 نقطه عوضهم لويس هاملتون باخر 6 سباقات، وهذا رقم منه هين، ربح 5 من 6 اخر 6 سباقات، وبالتالي عم يتصدر الترتيب. صحيح. بمواجهه نيكو روزبرغ يلي كان متصدر ترتيب بطوله العالم. محمد كرامي مساء الخير. مساء الخير. نحن هيك بدنا نحكي عن الكايت سيرفينج بمنطقه الشمال، وهيك بنعمل شويه بروباغندا لهذه الرياضه ولمنطقه الشمال، يلي فهمت منك انها وحده من ابرز واهم المحطات العالميه بهذه الرياضه. صح، نسبه للهواء. شادي صعيبي مساء الخير. مساء الخير. نحن وياك بدنا نحكي دوباج، مش انت بتتعاطى بس انه بده يشرح لنا كيف بنعمل. بدنا نحكي عن ملف الروسي، وايضا نحكي عن اللقاء الماسي اللي كان عم بيصير بالاوتو ارينا بلندن، وايضا بدنا نحكي عن المواضيع الاخرى، تنس كان عندنا مونفيس، وايضا الدورات الامريكيه، لانه باوروبا بعدهم عم بيلعبوا على تربت في بشتاد وبكرواتيا، بس بالولايات المتحده الامريكيه بلشنا نحضر للكنديان اوبن، وعن سينسيناتي وعن اليو اس اوبن. بدايه فاذا معك فادي، من بعد انتهاء بطوله الامم الاوروبيه الجميع اعتقد انه رح بيكون في شويه رواق، لانه ما شفنا هالنجوم الكبار ظهروا، اللهم امتيتي واذا بدك بول بوجبا بالدور النصف النهائي من بطوله الامم الاوروبيه، بس عم نرجع نشوف نتيجه جيده جدا على مستوى الميركاتو الصيفي، مصاري عم تنكب شمال يمين، ولكن المفاجاه الابرز انه الانشط عم بيكون برشلونه عم بيعمل هيك دراسه مبدعيه. اذا فينا نقول المفارقه ببرشلونه انه ما راح للنجوم وما راح للاعيب اللي بدها كثير مصاري، يعني راح على سوق الانتقالات اللي بيقدر يستفيد من اللاعب لاكثر وقت ممكن. جايب عم بيعمل دبل، يعني عم جايب لاعيبه مثلا 20 سنه 21 سنه 22 سنه بيقدر يستفيد منهم، وبنفس الوقت لانه برشلونه they have their own style، اذا فينا نقول بفتشوا عن نوعيه لاعيبه معينه، ما بيروحوا على الستار، جايبوا اوريدي اخر ستار لهم، بعتقد سواريز هلا بدهم نوعية شوي لعيبة وسط ومدافعين، راحوا على سواريز 23 سنة جيبوه من فالنسيا، أومتيتي مدافع، أومتيتي قدم عروضات كتير قوية بطولة الأمم الأوروبية أوروبا. بس الفرق شفنا بوجبا هلا اللي خارب الدنيا مثل ما بيقولوا 130 مليون أو 125 مليون، إبراهيموفيتش على مانشستر يونايتد كمان، دورتموند اخذوا جوتسي من بايرن ميونخ، بعتقد راح تكون صفقه كثير مهمه لبروشيا دورتموند، وكمان اخذوا شورلي، وبعد هلا كثير نجيب هالاسبوع قبل ما يسكروا سوق الانتقالات تشيلسي فتح له شوي. اكيد تشيلسي لازم، تشيلسي ومانشستر سيتي هلا كثير، هلا بنحكي بالصور عن يوفنتوس وغوينا كثير. انا بنظري هلا السنه الاضواء بدها تكون على جوارديولا، شو بده يجيب، لانه بعتقد اسلوب جوارديولا بيجبرك تجيب نوعيه لعيبه شوي مختلفه عن الموجوده بالدوري الانجليزي. بس الوضع انا بعتقد لجوارديولا، ولا بدنا نشرحه في سياق هذه الحلقه وخاصه بالقسم الثاني، شوي دقيق، لانه الربح ببرشلونه، بس اذا بدك بنادي بايرن ميونخ ما عمل شيء، ربح الدوري المحلي، تمرجل على دورتموند، ما عنده ولا لعيب، بس بالتشامبيونز ليج ما عمل شيء. بدنا نشوف السيتي صح؟ بس نجيب انا هون، يعني انا يمكن بختلف معك بهذه الشغله، لانه يعني تشامبيونز ليج ما لنا معيار نقيم فيها مدرب، واساسا جوارديولا ربح تشامبيونز ليج، منه لاعب، منه مدرب عادي، بس انه كان من المفترض انه يلعب ويربح مع بايرن ميونخ لقب تشامبيونز ليج، ما ربحه. ايه بس مش معناتها علامه، يعني علامه سيئه. تنشوفه مع السيتي اليوم، يعني اكيد رح تشوفه مع السيتي كمان، رح يقدر يعمل نتائج، بس كمان ربح بأربع سنين بعتقد البطولة الألماني، والدوري الألماني منه بعتقد جوارديولا اللي عمله اللي ناجح فيه ببايرن ميونخ انه هو غير سيستم بايرن ميونخ. صح، سيستم بايرن ميونخ كله تغير، حتى صار تيكي تاكا اكثر، وانا بنظري
اسرع المنتخب الالماني كمان، وواحدة من اهم محسن. اذا بدي اقول لك محاسن غوارديولا هي اثر الى حد ما بالمنتخب الالماني، ونتيجتها كان فوزهم بكاس العالم وقت اللي شفنا باخر بكاس العالم البرازيل 2014، وقت شفنا 6 أو 7 لاعبين من بايرن ميونخ كان اوريدي فاتت المنتال عقليه برشلونه، عقليه عفوا بايرن ميونخ فيهم من وراء غوارديولا. واذا شفنا منتخب المانيا كانوا جابوا مدرب خواكيم لاف، مش هالتوب، مش المدرب اللي عنده اوريدي هيز اون سيستم، جابوا مدرب لو بروفايل وقدر يتأقلم مع اللاعبين، مش اللاعبين تأقلموا معه، هو تأقلم مع طريقه لعب مجموعه كبيره من اللاعبين. انا بنظري هي كثير ساهمت بنجاحهم واحرازهم اللقب. بس السنه لنشوف شو بده يعمل. اوريدي جاب مهاجم سيلتا فيجو، لنشوف هلا شو بده يصير. هلا خلينا نتابع معك مروان اهون الفورمولا 1. لا بدنا مصاري ولا شيء، ماشي الحال. انت قلت كلهم انت قلت سنتجي منغير دولبان زياده لا مغيره كثير مغيره سنتجي، بس انا بده يصير في تغيير اطارات اكثر، صح؟ صح، وغير انه الاطارات حيصيروا اكبر واعرض وتماسك اكثر بكثير، حكينا عنها المره الماضيه وحنضلنا نحكي من هلا لنهايه السنه. شو كان عم بصير على حلبة هنغاروري؟ على كل حال السبت اذا بهنغارورينج اثناء التجارب اكيد روزبرغ بياخذ البول بوزيشن مع اعتراضات من هاملتون ومشكاسات من البقايا، لانه اخذ الافضل وقت له بدبل ويفت فلاج، وهذا شيء في شيء عليه علامات استفهام بالقانون. على كل حال كل حال صاروا سباقين، يعني حتى بالسباق الماضي كانوا بدهم يغربوا نيكو روزبرغ، بعدين غضوا الطرف عن الموضوع. يعني عم دائما على اليلو فلاج مش عم بخفف كثير، على اليلو فلاج لازم تخفف على القليل 20 من الثانيه بالسكتر اللي انت فيه، وعلى الدبل يلو فلاج لازم تخفف نص ثانيه. هلا اوقات بيعملوها اوقات لانه هذا رقم منه ثابت، يعني عم بعطيك افريج حسب المنعطفات اللي ثابت عملها روزبرغ، انه خفف مزبوط على الانتري تبع الايبكس، بس هذا شيء اعطاه اكزيت سبيد سريعه ورجع طلع، يعني اخر شيء طلع على بعضه ما خسر كثير، بنفس الوقت كان ماشي مع القانون. على كل خلينا نشوف السبق. على كل حال بنحضر ريبورتاج السباق وبنعلق عليه سوا. إذن على الانطلاق روزبرغ بيخسر مركزه الأول للويس هاملتون، وهذا الشيء بهونغارورينج اللي فيها صعوبة شوية للتجاوزات بالماضي كانت تقريبا كأنه انحسم السباق. هاملتون تصدر السباق من بدايته لنهايته تقريبا، وفي ضغط كتير كبير كان من سيارات الريد بول. معركة بين كيمي رايكونن وفيرشتابن جميلة جدا، وكمان معارك بين فيتيل ودانيال ريتشاردو. بنهاية السباق الريد بول كانوا أفضل من سيارات الفيراري وبيعملوا نتائج أفضل منهم. بنفس الوقت هاملتون كمان بيقدر ينهي السباق 1-2 لفريق المرسيدس وبراء روزبرغ بنتيجة كتير منيحة له، ويمكن هي رابع مرة بيفوز بالهونغارورينج، وبفوزه بهالسباق بيقدر بيحصل على المركز الأول بالبطولة. وهون حادثة كيمي رايكونن مع فيرشتابن يلي اعترض عليها أنه غير مساره مرتين، وأكيد عند التجاوزات ما له حق يغير مساره غير مرة واحدة، بس ما صار في غرامات عند نهاية السباق. على كل حال عم نشوف النهاية وفرحة كتير كبيرة لهاملتون يلي كمان يمكن تزينخ شوي بالمؤتمر الصحافي على روزبرغ ولمح له أنه السبت ما بيستاهل هو هذا المركز، عم بيلعبها سايكولوجيكال وورفير على روزبرغ. سباق ما كان في شيء سبيشل غير انه في محل فريقه لمرسيدس، يعني فريق هاملتون انذروا انه كان عم يبطئ روزبرغ خلفه حتى الريد بول يقتربوا منه ويشكلوا ضغط على روزبرغ، يعني عم بيلعبها بطريقه مش نظيفه اذا بدنا. وكمان اعتراض ثاني كان من جوتيرز على هاملتون، يعني صارت ثالث شغله عم بيعملها خلال الويكند، انه من بعد ما تاخر جوتيرز تيقطعوا لهاملتون، هاملتون رفع له الاصبع الوسطاني خلال السباق وقال هذا ماشي بيصير بعالم السباقات، ولو انت بطل العالم انا ممكن انتقل بكره على فريق ثاني واصير عم نفسك، مش مفترض انا اعمل هذا الشيء. على كل حال في تانس شوي اذا بدك بفريق مرسيدس، وهذا عم نشوفه من هاملتون يلي كان معروف انه نوعا ما قريب من كيمي رايكونن كرجل جليدي، بس لا عم يفقد اعصابه. لا هو منه عم يفقد اعصابه، انا بتصورهم هول مدروسين،
هولي عم بيشتغل على روزبرغ اكيد في حدا عم بيشتغل تيفقد له اعصابه لو تيفقد له ايه يصير تنس اكثر بعده بالكواليفاينج روزبرغ افضل خلال أسرع. ايه خلال الانطلاقات كثير اوقات هاملتون عم بيقدر يتفوق عند المنعطف الاول او حتى ممكن بغير سباقات بالمنعطف الاخير من السباق كمان يقدر يتفوق عليه. السباق الثاني وين راح يصير؟ بالمانيا بهوكنهايم هالمره راح يكون وبعده في استراحه ثلاث اسابيع قبل ما نوصل لسباق بلجيكا يلي هو على حلبة معروفة جدا سبا اكيد هذا الكلنا بنحبها بس حلوه هانجارونينج مش عاطل يعني هيك اللوك تبعها حلو من بعد ما تغير قوانين الفورمولا 1 صارت هي مقبوله بالاول كانت مثل موناكو من دون البنايات ومن دون البور يعني في استحاله لا تجوزت عليها صارت شوي مقبوله نسبيا وشوي تعديلات على التراك حسنتها واكيد مشوار على المجر من احلى البلدان السياحيه مع انه هي بتشوفها هيك فاضيه بس بودابست اكيد من احلى من مدن اجمل العالم. مدن العالم صحيح بودابست ومن اجمل مدن العالم ايضا طرابلس محمد شمال لبنان محل ما بفوت الهواء هو على اثنين طرابلسيه الله يسمى بالحلقه يعني البامج والافق اف 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 هذا شو هذا هيدي ارما انت وفيت اه والله اصلا انت وفيت على الاوتوستراد ارما مكتوبه مدينه الموج والافق ترحب بكم يعني سانسيت هونيك الليله هيك شيء فخبرنا عن رياضه الكايت سيرفينج قبل ما نرجع نشوف هيك فيديو كليب قصير عن هيدا الموضوع الرياضه نحن بنعرف انها بلشت تنتشر بالسنوات الاخيره هي منا سيرفينج ومنا فوال هي ميكس بين اثنين صح هي كومبينيشن لكذا رياضه هذا اللي يعطيها الرواج هذه الرياضه يعني هي كومبينيشن للويند سيرفينج للباراجلايدينج للويك بوردينج كلهم على بعض اجتمعوا وطلعت هالرياضه اللي ما عمرها زمان عمرها 15 سنه تقريبا بس عم تطلع بسرعة بس بعد في بلبنان في جهل لهالرياضة لأنه يمكن تسأل كتير عالم بيقول لك إيه بعرف شو بيفكروها وين سيرفينج بس هي كايت سيرفينج هي مبدأ كتير هي معروفة بسيطة. وين أكتر شي وين منبعها أكيد شي محيط أستراليا. لا هو هن اللي اخترعوها اثنين اللي اكتشفوها اخوة اثنين فرنسوية ليغانيو برادرز بس فعليا اللي طورها هي أمريكا ماوي طورتها عمره شي 15 سنة ماوي بهواي هي المبدأ كتير بسيط تبع الكايت يعني هي انت بك تعلق حالك بكايت بواسطة خصرك بهارنس بك تنزل على المي بك تقعد بالمي تحط بورد بدك توجه الكايت اكيد بيكون في هواء حسب الهواء وتسحب بالمي خلينا نشوف صور ونرجع منعلق على الموضوع اكتر من هيك عم تاخذ هالرواج لانه فيها هيك اكثر من لعبه بذات الوقت فيها اكثر من لعبه فيها ادرينالين فيها جامبس هي بالنهايه لما بتنزل على شاط ما بيلفت لك نظرك اللي عم يمشي على المي بيلفت لك نظرك اللي طاير بالجو فيك توصل ل 10 15 20 متر الرقم القياسي تقريبا 29 متر وين عمل مش هون بدك بكيب تاون لانه بيعملوا كينج اوف ذا اير كل سنه بكيب تاون اعلى نطه مع ستايل وقصص بقى فيها ادرينالين وفيها كتير فيها حريه يعني هالرياضه شو اذا بدك على السنو بورد يعني قريبه من السنو بورد كيف قدر انه يتخطى بسرعه السكي واخذ رواج ب 10 سنين 15 سنه هو في سنو كايت كمان على فكره مثل ما في سنو كايت سيرفينج على البحر يلا السنه بدنا نعملها بالضرور اذا الله راد لانه كمان في هواء عجبال تستعمل كايت صغيره بدي اقول انه لبنان كتير مهيئ لهالرياضه كتير مش شوي خاصه شمال عندنا نحن الويدي سيزون جون جولاي اوغست ما بيوقف الهواء تقريبا عندنا بحر كتير فريندلي ما في لا شارك ولا شيء بتشوف تيرتلز بتشوف فلاينج فيش يلي هو شيء كتير حلو حراره المي كتير معتدله بتروح على كيب تاون على غير محلات حتى بعزين الصيف بدك ويت سوت سو نحن عندنا كتير افانتاج بهذا الموضوع وعندك اكثر من 10 سبوتات بلبنان فيك تلعب فيهم لما بيكون هواء جنوبي غربي او لما بيكون شمالي كذا نقطه لما بيكون شمالي نطلع صوب الجنوب على الجي على الرميله حتى على شط صور فينا نلعب هنيك ولما بيكون بالصيف يلي هو عزدين الهواء بيكون غربي او جنوبي غربي بنلعب بالشمال
يلا هلا بدنا نحكي نحن وياك اكثر كيف فينا نمارس هذه الرياضه واي ابرز نقاط التجمع في هذه الرياضه. بس هلا خلينا نحكي نحن وياك شادي شوي. فاذا بدنا نحكي عن الملف الابرز الاسبوع الماضي، الوادا فتحوا له دغري بمواجهه الروس، بعدين اجى الاي اي اف كمان الاتحاد الدولي لالعاب القوى، بس شوي اذا بدك اللجنه الاولمبيه الدوليه هدت الامور، قلت لهم للاتحاد العاب القوى ما بدكم يوم ما بدكم يوم، بس بغير العاب يعني مش الكل يدفع خطيئه اذا بدك اتحاد العاب القوى الروسي ووزاره الرياضه الروسيه. صحيح نجيب، كان انا بعتبر انه قرار الاي او سي اللجنه الاولمبيه الدوليه كان قرار حكيم امبارح الاحد. صحيح، كان قرار حكيم لانه يعني منع الرياضيين الروس من المشاركة ككل بشكل عام وبصورة شاملة يشاركوا بريو دي جانيرو ب 2016 العاب الأولمبية، بعتقد قرار شوي ظالم لبعض الرياضيين الروس، وبعتقد يعني نوعا ما هيك قرار بتدخل فيه السياسة ويعتبر بمثابة إعلان حرب كما ذكرت وسائل الإعلام الروسية على روسيا، على بوتين وروسيا بشكل عام. ولهذا السبب استشارت اللجنة الأولمبية الدولية الاي او سي مستشارين حقوقيين يعني رجال قانون مختصين بالقانون الرياضي الدولي لاتخاذ القرار المناسب، واتخذوا قرار انه نحن ما رح نعمل منع تام للرياضيين الروس يشاركوا بريو دي جانيرو، ولكن رح نترك لكل اتحاد دولي حسب اللوائح الموجودة عنده وحسب قوانينه الخاصة وحسب أيضا النتائج نتائج الفحوصات واختبارات المنشطات. إذا ارتأى هذا الاتحاد أنه هول الرياضيين متناولين منشطات وقاموا يعني بتخطي القوانين أو وهذا اللي عم بصير بألعاب القوى، وهذا اللي هذه هلا هلا وسعها بعتقد على كل اتحاد العاب القوى بعتقد كان جريء نوعا ما واتخذ قرار قبل الاي او سي، اتخذ قرار مباشره بمنع الرياضيين يعني الاتلت اللي بيشاركوا بالاتلتيزم بالعاب القوى يشاركوا بريو، وقرار صعب جدا لانه نحن بنعرف كثير منيح نجيب انه الدول اللي بتنافس على صداره او الفوز بالميداليات الذهبيه تعتمد على العاب القوى بشكل كبير وعلى السباحه، فانت اليوم حرمت روسيا من عدد كبير وعدد هائل على راس اسبانيفا. هلا شو بده يصير نمبر 2 هلا من بعد الامريكان؟ من بعد الامريكان بالسجل الذهبي ممكن برازيل يعني تعمل نتيجه كونها عم تنظم على ارضها. لا مفتوحه صحيح مفتوحه، وفي الصين كمان نجيب ما ننسى الصين ابدا. طبعا على كل حال كمان عندهم عمل ممنهج بمكان ما، بس رايقين عليهم الصين. مزبوط، رايقين على الجبار الصيني. خلينا نشوف ريبورتاج هلا حول هذا الموضوع. تنفست روسيا الصعداء بعد ما قررت اللجنة الأولمبية الدولية عدم حرمان جميع رياضييها للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية بالريو من 5 إلى 21 آب المقبل، وإحالة أمر مشاركتهم إلى اتحاداتهم الرياضية الدولية. وقررت اللجنة الأولمبية الدولية عدم استبعاد نظرتها الروسية وبالتالي جميع رياضيي روسيا بعد مباحثات لأعضاء لجنتها التنفيذية. وذكر بيان اللجنة الأولمبية الدولية أنه على الاتحادات الرياضية الدولية أنه تحدد أهلية كل رياضة بشكل فردي وتحلل سجل المنشطات لكل رياضة، مع الأخذ بالاعتبار فقط الاختبارات الدولية الموثوقة وخصوصيات كل رياضة ولوائحة من أجل ضمان تكافؤ الفرص. وعقد أعضاء لجنة تنفيذية للجنة الأولمبية الدولية هالمباحثات لاتخاذ قرار بشأن مشاركة رياضيي روسيا بعد تقرير الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الوادا يلي اتهم روسيا مباشرة بالإشراف على نظام ممنهج لتعاطي المنشطات. ووحده الاتحاد الدولي لألعاب القوى قرر إيقاف نظير الروسي ومنع رياضيي للمشاركة بأي بطولة دولية. يعني الموضوع تنفسوا شوي الشباب. صحيح، يعني كانت يعني ضرب كبير للروس، ضرب كبير للجنة الأولمبية، لأنه إذا أخذوا قرار الروس إنه ينسحبوا كانت القصة كتير كبيرة. صحيح. فادي هلا بدنا نرجع لك تنحكي قبل ما نحكي نرجع بالقسم الثاني مطولا عن الانتقالات، برأيك شو فينا ناخذ هيك نقاط عبر عن بطولة أمم أوروبا؟ بعتقد أبرز مفاجأة كانت ببطولة أوروبا هي البرتغال. بنظري أيسلند. البرتغال، خلينا نرجع للتاريخ، البرتغال وصل مرتين نص نهائي كاس اوروبا ووصلت فينال بارضها وخسرت مليونين اذا كنا مذكرين على ايام فيجو وعلى ايام بنظري يمكن احسن تشكيله بتاريخ البرتغال. وشاهد الصدف انه بس تعور رونالدو اخذوا البطوله.
سانشيز كان رائع بمنتخب البرتغال. بعتقد منتخب البرتغال كانوا المدرب كريديت له، مع انه هو اوصل اليونان قبل البرتغال. ما سمعت؟ اوصل اليونان من قبل، كان مدرب لليونان بفترة من الفترات، كان ماسك منتخب اليونان. ايه بس النتيجة اللي عملها مع منتخب البرتغال، مع انه هو على صعيد الاندية مش فينا نقول مش توب لاف، مش مدرب توب ليفل، يعني ما عنده خبرات كثير بالشامبيونز ليج. لو شفنا ما اخذ شامبيونز ليج، ما بس اللي عمله كان كثير مشرف. ليه؟ لانه بنظري انا ما يعني مدرب ما تفلسف، ما عمل من اللي عمله ديشام. بعتقد اخر مباراة كان شوي حاول تفلسف على الفرنساوي، شوي فينا نقول يتفلسف، يعني لانه انا بنظري كانت كل امور رايحه صوب فرنسا. صح انه ضيعوا كثير فرص، خاصة من بعد رونالدو، من بعد عطبه رونالدو. بعتقد هيدي كانت مفترق طرق، اصابه رونالدو، فرنسا صارت مور ريلاكسد، رونالدو الستار طلع لبرا مثل ما بنقول، ما بطل في خطوره، ناطرين الوقت تنربح. شوي عملت ردة فعل سلبية على فرنسا. بنفس الوقت البرتغال صاروا بعد خروج رونالدو صاروا عرفوا انه هيدي يعني ما عندنا حدا، نحن بدنا نشتغل على حالنا يعني. وسانشيز كان بالمباراة مثل ما بيقولوا قد الحمل، وتوفقوا شوت على الجول. ايسلند فازا المفاجأة الأكبر بنظري، ايسلند كانت المفاجأة الأكبر. طيب مباراة فرنسا وألمانيا يلي كمان يقال انه في مباراتين كثير مهمين، بلجيكا وإيطاليا، و الإيطاليين لعبوا تكتيكيا بشكل ممتاز، كسروا البلجيكية من أول مباراة لهم بالبطولة. بلجيكا يمكن أنا كنت موقع على بلجيكا إنه مينيموم سيمي فاينل، بس غريب كونتي، غريب أدى بطولة تكتيكية يمكن على أعلى من أهم المدربين اللي شفتهم أنا السنة تكتيكيا. كيف كان إذا بشفنا منتخب إيطاليا كان كله مثل ما نقول شقفة واحدة، يعني وقت اللي يهاجموا شقفة واحدة، وقت اللي يدافعوا حاولوا قللوا المساحات بالدفاع. وكلنا بنعرف الإيطاليين هن مدرسة دفاعية، بس كونتي كان عنده شكل غريب وقت كل الفريق فينا نقول عندهم كيف بلوك يروح بلوك كيف يروح البلوك، يروح يمين مع مع الطابة يعني يرجع شمال، كان وقلل المساحات، صغر هو لعب بمساحات صغيرة، هو كان عم بيصغر الملعب قد اكثر طريقه ممكن يعني، عرفت؟ وهيدي عملت كثير مشاكل لبلجيكا، لانه نوعيه لعيبه نحن بنعرف بلجيكا عندهم نوعيه لعيبه مهاريين، وعلى ابرزهم مهاجم تشيلسي ازارد. فشفنا قد ايه قللوا المساحات، راحت خطورته يعني، والنتيجه كانت بالنسبه لي مفاجاه. والالمان بمواجهه الفرنسويه، الالمان كانوا المرشحين الابرز لكاس اوروبا بنظري يعني. انا بعتبرها صارت فرنسا كانوا كثير حاضرين بالسيمي فاينل، بس كمان كانت قاب قوسين او ادنى المانيا كانت بتاخذ المباراه عرضتين اذا شفناهم باخر 10 مينتس، بس كمان فرنسا كانوا يعني لو فرنسا لعبت كانوا فرنسا خاصه بوجبا وانتيتي يعني لعبوا تايبيه وحالهم، وهيدي كانت افضل مباراه لبوجبا. ومن بعدها بنظري بوجبا نص بطوله اوروبا نايم، بوجبا لعب ضد الألمان وهذا المطلوب. هيدا كان المطلوب، وصلوا على الفينال، بس كان لازم بوجبا بنظري إذا 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 بلا ملع بلا هالمستوى الضعيف تبعه بالفينال وجاب 130 مليون أو 115 مليون، كيف لو كان الستار بالفينال؟ كان جاب غريب شوي. نعم مروان، قبل ما نختم معك، شو فينا نقول عن السباق المقبل؟ النتيجة الأبرز إذا فينا نقول بالفترة الأخيرة تراجع فراري، مع أنه الجميع ببداية الموسم وأنت أولهم كنت عم بتقول أنه رح يقتربوا أكثر وأكثر من المرسيدس، بالوقت اللي عم شوف ريد بول عم بيرجعوا للمقدمة، هو تقدم لريد بول يعني، حتى فراري بلشوا ما يقارنوا حالهم بالمرسيدس، هلا بتصريحهم عم بيقارنوا حالهم بريد بول، أنه نحن كنا أسرع منهم بالسباق بس ما سأبنا طريق فاضي، هن سأبوا كانوا قدامنا. حتى بالتجارب عم بيطلعوا 30 40 دائما، صحيح. عم ريد بول عم تسبقهم يعني، صح. بالتجارب ريد بول تقدموا كثير، وما بعرف ليش عاملين بوش بهالسنه، هن السنه الجايه من المرجحين يرجعوا. شو عم يشربوا شيء بيعطيهم جوانح. في تقدم كثير كبير لريد بول، وعم نشوف صرنا خلال السباقات ادريان نوي رجع يقعد معهم ويتدخل، وسائقين مهضومين مع بعضهم. ايه يعني بيكاردو. ماكس فيرستابن اكتشاف الموسم بتصور بكل عالم الفورمولا 1، مش هين، بس احنا كنا متابعينه من قبل، وانت بتعرف انه صبي عنده موهبه، بس بالماينر سيريز ما فيك تعرف، ما فيك تقيسها مزبوط يعني. الفورمولا 1 وسياره سريعه كمان الى ناسا، فيك تكون سريع
ان جنرال، بس بالسياره منيحه بدك تعطي فيدباك، بدك تعرف تعمل سيت اب تبع سيارتك، توصل الانفورميشن للريس انجينير تبعك او للسيت اب انجينير تبعك تيحسن لك سيارتك وتعطي الماكسيموم منها. وواعي كثير فيرستابن، اذا بتشوف معركته مع كيمي رايكنن، رايكنن انا بتصور من احسن الناس، اكثر ناس دايرنج بالاوفرتيكينج، جرب من برا جرب من جوا وضلوا وذن ذا رولز واجريسيف بس من دون ما يكون كمان قاصي. المدرسه الجديده للسائقين شغله كثير منيحه، كل منهم عم بيصغروا كل منهم عم بيصيروا احسن يعني. يعني عاده وعم نروح نشوفهم، انت عم بتشوفهم شادي كمان بتحسن روبويات يعني ماشي مركزين كثير منيح، عارفين شو بدهم يعملوا. صحيح هذه الشغله اللي منيحه. فاذا انا بالويكند كمان مرسيدس اذا الله راد هلا جايين على بأرضهم. على ارض المانيا اكيد بدهم يعملوا الماكسيموم، بس كمان تكون بريشر عليهم، they might crack، ما فيك تعرف شو ممكن يصير. التراك بيناسبهم اكيد مثل كل التراكس، بس كمان الصحفيين كيف بيحكوا دائما بدهم يشوقوك يعني تتحضر. فاذا صراع عنيف ذكرتني شي مره بخبرك خبريه الوحش الكولومبي اذا بدك بقول لك اياها هلا يعني. يلا خبرنا وقت الفورمولا 1 وقت كنا عم نعلق عليها من مونتويا. زمان عن مونتويا، خوان بابلو مونتويا. مونتويا اجى من الامريكان من الناسكار، اجى كسر الجرعه. كان وقتها مايكل شوماخر عم بيربح كثير وبدنا شيء الناس بلشت هيك تضعف يعني الاودينس على الفورمولا 1 ما يحضروا كثير، صاروا يقولوا لنا انه اعملوا شيء سبايس ات اب، قام اخترعنا لهم شيء اسمه الوحش الكولومبي، انه هو ما راح يوونت يعني ما راح يقدر ينافسه. هلا هو كان يكسر منيح. ايه حطينا هيدي التسميه والناس مسكتها، وصرت تشوف تاكسيات بلبنان مكتوب الوحش الكولومبي، ويعني مسكتها الناس وصار في ناس ضد شوماخر لقوا حدا يشجعوه. هول اللي دائما دائما بدك وحش. ايه بس هي كلها ميديا يعني ما منها صحيحه. منها مضبوط. ما كان هالقد بيقدر ينافس هو. ما انت كمان مش رح ينافسونا ريد بول احد للمرسيدس على ارضهم. قبل ما نختم معك كمان محمد، خبرنا وين فينا نمارس هذه الرياضه هلا اذا بدنا نحكي بالصيفيه. بشتوي قلت لي عم نروح شوي رميله جيه سور، هلا بالصيفيه وين احسن نقطه؟ شمال لبنان، شمال نورث مارينا بيتش او كاناريا بيتش، هاي المناطق. طب ليه نقطه الشمال هالقد الهوا فيها جغرافيا؟ هي على دخلك على هوا شمالي ولا لا؟ لا قريبه من الغربيه ولا لا علاقه ولا لا؟ هو هوا جنوبي غربي. الهوا جنوبي غربي هو جاي من الجنوب. لا بس انه منطقه الشمال هذا قصدي. ايه بس عندك اذا بتشوف عندك الشقه راس شقه، عندك الجبل. نعم. وبعدين اذا بتطلع من فوق يعني من ساتلايتس او شيء بتشوف مثل عندك كولوار جاي، هذا الكولوار بفوت الهوا منه على طول، بيكون عندنا هوا قوي كثير. بيروت ما في، ما بيكون فيه. وهيدي شغله منيحه لممارسه كل هذه الرياضات، من السيرف لكل شيء، الويندسيرف كله سوا. هلا رح نرجع نشوف صور سوا ونحكي عن من اي عمر فينا نبلش نمارس هذه الرياضه. من تقريبا 7 سنين 8 سنين ل70 سنه اذا بدك. يعني بده يكون الشخص ما عنده مشكله بالسباحه، ما بخاف من البحر، فيزيكلي فيت، ومين ما كان بيقدر يتعلم، شباب بنات، لانه عكس ما العالم بيفكروا انه بدها قوه بدنيه، هي ما بدها قوه بدنيه بالنهايه. انا صراحه كنت بدي اسالك سؤال هلا. بدك شيء استعدادات بدنيه. انت لما بتشوفهم شو بتفكر انك مهديها بايدك؟ انت مانك مهديها بايدك، هي معلقه بخصرك. سو البار اللي عندك هو ستيرنج ويل بتوجه الكايت، ما اكثر. ما بدها ابدا قوه بدنيه، بدها اكثر في الهواء. بدك تعرف تمشي حالك مع الهواء يعني. مع الهواء اكيد، كله مع الهواء، بلا هواء ما فيها الرياضه. بس بدي هذا على النيفو، سوري عفوا، هذا على النيفو الاماتور، ما بدها لياقه بدنيه. اذا عم نحكي على مستوى طبعاً. دولي اكيد طبعاً. كل ما بتطلع على بروفيشنال وايز بكون اكيد، لانه هلا بعدين نحكي بعد شوي في كذا مدرسه فيها. مثل مين يعني؟ فيها هي فيها بتتفرع فري ستايل وفري رايد. الفري ستايل بيقولوا له نيو سكول، يعني انت قبل ما تنط ما تعمل الجامب تبعك او التريك تبعك يو نيد تو ان هوك، بدك تفك البار تبعك ولحتى تعمل التريك تبعك. بينما الاولد سكول بدلك حاطط انت البار وفيك يو كان جو هاي. سو عندك كثير فيها فروع الكايت سيرف، عندك الويف رايد، عندك سفاري. ولا هلا صاروا تفاصيل يمكن مش وقتها لبلش نحكي عنه. بس الاماتير بدي يلعب عاده، بعدنا هو نحن بدنا. انتوا تابعين لاي اتحاد تنشوف؟ نحن هلا ما في اتحاد، انا تابع للاي او. لا الاي كي او هي المنظمه العالميه للكايت سيرفينج اللي بترعى اللعبه عالميا، هي الانترناشونال كايت بوردينج اورجانيزيشن. انا سيرتيفايد انستراكتور تابع لهي المنظمه، مشان هيك التلاميذ بيطلع لهم سيرتيفيكيشن من الاي كي او. بس بلبنان لهلا بعد ما صار في دعم ملموس لهالرياضه.
إيه إذا ما في دعم بدك أول شيء بدك واسطة بالوزارة واحد، ثاني شيء بدك يكون في شيء اتحاد. هلا إذا في اتحاد مش عم بيجيبوا مصاري، بلا اتحاد ما بدك تجيب مصاري. عم فيها بشكل. مين الشباب البوت اللي عم بتمارس معكم هذه الرياضة؟ ليك عم بيكتروا كتير لأنه كل سنة عم بيتعلم كتير عالم، وفي ناس صار لها زمان، في ناس عم تتعلم جديد. تقريبا هلا فيك تقول استيميشن تقريبا شيء 100 100 لا شغله منيحه. في اتحادات ما فيها كله بيجي من بيروت ما بفرق معه لا العجقه ولا شيء، بس كرمال يلعب هاللعبه لانه فيها ادرينالين وفيها فيها فيلينج كثير كثير حماسي. وما في عمر محدد للممارسه هذه؟ ابدا ابدا. عندي تلميذ هلا رفيقي ابنه عمره 11 سنه. لا لا اي عمر فينا نضل نمارس؟ 70 75 80 تطلع على اوروبا. عم توصلوا لجزيره الارانب؟ اكيد اكيد، هذا مشوار كثير حلو. طيب رح تعملوا شيء كومبيتيشن السنه نقدر نغطيها؟ كل سنه كل سنه بيصير في كومبيتيشنز، يا بطوله لبنان يا ايفنتس للكايت سيرفينج كل سنه، وهون بنشوف الاسماء اللبنانيه. هل بلشنا نشوف هيك اسماء بلشت تتفاعل مع المحيط وتربحوا نتائج برات لبنان؟ على طول انت بتعرف نجيب ليصير هيك شيء بده دعم، دعم من الدولة أو من القطاع أو من الاتحاد. على هن الشباب عم يدفعوا منهم لجيب منهم لحالهم. إيه في كم شخص بيرزين عم بيتعامل، بتحب تسمي أو سبونسرز أو ما مثل ما بدك. هلأ لهلا بعد ما شاركوا ببطولات، بس في كم شخص بيرزين بلبنان مثل ماريو بوشبل ورشاد ملا، هدول بيطلع منهم أتلات. ماريو بعتقد كان كمان جيدو من قبل يمكن. إيه إيه وبيدرب بالبرازيل كان كمان، بعتقد مرته برازيلية. صح. إيه حرام ما يهتموا فيهم وما ما ياخذوا الدعم اللازم لحتى يطلعوا لبرا يمثلوا لبنان. يعني للأسف هذا لبنان ما فينا نعمل أكثر من هيك، بس إنه الرياضة بلشنا نسلط الأضواء عليها، قريبا جدا رح نروح معكم وتكون في عندكم بطولة نحكي عن هذا الموضوع. شادي أنت كمان بمتابعتك لكل الألعاب، بسم الله أنت موسوع بكل الألعاب، هالرياضات وهالبلد الصغير يعني عندنا تنوع، مع بقول إنه واحدة من أبرز المحطات بالعالم نحن هون برازيل وكيب تاون كأبرز نقاط لهذه الرياضة، هل برأيك تسليط الأضواء عليها بيساعدها؟ اكيد نجيب، كل شيء طبيعي انه اليوم اذا الاعلام مثل ما حضرتك اليوم عم تعمل عم تسلط الاضواء عبر الام تي في على هيدي الرياضه، رياضه ناشئه بلبنان، هذا شيء ممتاز يعني، وبنتمنى من كل الوسائل الاعلام اللبنانيه تسلط الضوء وتساعد الرياضيين، لانه نحن بنعرف وضع الدوله اللبنانيه والحكومه ما قدرت تساعد، فاذا نحن كاعلاميين وكوسائل اعلام قدرنا نساعد هذه الرياضات بدعمها فبيكون امر ممتاز، وهذا كمان دليل على الدايفرسيتي تبع لبنان والامكانيات البشريه اللي عندنا اياها، عندنا امكانيات بشريه بهيدي الرياضه، وعلى يعني اتيت بيرسونال عم يشتغلوا بشكل فردي وعم بيجربوا ينشوا هذه الرياضه في لبنان، مثل ما بكل الرياضات من الفوتبول للباسكتبول لجميع الرياضات عم نشوف دائما مبادرات فرديه ودائما للاسف غياب للجهات المسؤوله و عم يدفعوا شوي بعد حال الدوله اللبنانيه، ولكن نجيب ما في عندنا سيستم، عم يدفعوا لجماعتهم، ما عندنا سيستم نجيب، ما عندنا سيستم نشتغل عليه، ما عندنا هدف، ما عندنا خطه، نحن اليوم بنقول بنبلش هون بننتهي هون، نحن بنشتغل اجى شويه مصاري تبرعات او الدوله اللبنانيه ميزانيه معينه، بنعطي هون شوي بنعطي هونيك شوي بدون ما نتابع، بدون ما يكون في فولو اب، بدون ما نشوف خطط، بدون ما نشوف تركيز على الناشئين، عم نشوف من هيدا ولهذا السبب نحن بتشوف على المدى البعيد ما بنقدر نعمل نتائج، ومن هيك نحن رياضتنا اماتور، حتى بالباسكتبول نجيب انت بتتابع باسكتبول وبتتابع فوتبول عم نشوف يعني لعبه من اقوى الرياضات في لبنان وحققت نتائج عالميه، وعم نشوف نحن دوري لبناني مش قادر يعني حققت بفتره من الفترات مش على طول صحيح، مش عارفين حالهم شو بدهم يعملوا، بحس بمبادره فرديه كمان وقت اللي صارت الانجازات بلبنان. مزبوط كانت على مبادره صحيح. فرديه خاصه بالفوتبول يعني مزبوط. كنا قرابه كثير نتاهل لكاس العالم، طلعوا الشباب قابضين شو بدنا نعمل لهم. هلا بدنا نشكرك مروان، بدنا نشكرك محمد، قريبا بنرجع بنلتقى سوا بحلقات جديده، هالمره رح نطلع لعندك على على الارض ان شاء الله. بس كنت بدي اقول كلمه اخيره انه هذه الرياضه جرين سبورت يعني صديقه للبيئه نظيفه، ونحن كثير بحاجه لهيك رياضات، بتعرف ببوليوشن اللي عايشين فيه نحن، كل الرياضات اللي هي صديقه للبيئه لازم تاخذ دعم من الدوله ولازم العالم تتشجع تعملها، لانه بالنهايه انت عم تتمتع. خاصه انه نحن بنحكي انه نحن عندنا بحر يعني هذه الرياضه بتشجع السياحه كمان، بتشجع السياحه شغله عندها ايجابيات يعني مثل ما كان يعمل الله يرحمه جلاله الملك حسين بمنطقه العقبه وقت بلش، اكيد اليوم جلاله الملك عبد الله عم بيتابع الموضوع، بس العقبه بلشت للسياحه لهالنوع من الرياضات صح. اللي كانت عم بتصير بمنطقه الاردن. شكرا فاذا لك مروان تنين جي ان شاء الله إذا الله راد، وهلا فإذا رح نتوقف مع بريك نرجع منتابع سوا سكور لهالليلة.
رجعنا معكم بحلقة سكور لليلة مع فادي الكاخي مدرب معتمد لكرة القدم بأكاديمية أسباير. نحن نحكي نحن وياه عن كرة القدم الأوروبية والعالمية، بدنا نشوف أيضا المنتخب البرازيلي شو رح يعملوا الألعاب الأولمبية، خاصة إنه نيمار معه اليوم. عندنا بعد هذه السنة الحل الوحيد نيمار، نشوف شو بده يعمل مع المنتخب، وخاصة بعد مفاجأة كوبا أمريكا باعتبارها مفاجأة عن الخروج. صح. خروج المبكر، خروج المبكر المنتخب البرازيلي، وبعتقد البرازيل صار بدأ إعادة حتى الستراكتشر طبعاً، لأنه آخر نايمر آخر لاعب طلع من الجيل الجديد، يعني إذا بدك وبطلت تفرخ نجوم البرازيل، بعتقد صار بدأ شوي تشد. إيه، لأنه في مثل ما بقول في فساد كبير بالاتحاد البرازيلي لكرة القدم. الفساد في الفساد، إذا بتشوف نجيب المنتخب البرازيلي الشباب والناشئين عم بيختفي من ببطولات كاس العالم وكاس ما بينهم على طلع مصاري بالبطولات الاوروبيه، يعني بيختفوا، بتحس انه ما في شغل على الصغار يعني من تحت، فهمت علي؟ كل هدفهم صار يطلعوا ستار، يعملوا ستار، يطلعوا يودوه على ويقبضوا مصاري. ممكن بالبرازيل الايجنت هن شوي مسيطرين على كرة القدم، على اتحاد كرة القدم هن والسبونسرز يعني. كمان صح. احنا بنعرف بزمانات روماريو كيف كان عم يبكي وقت ما أخذوه على كأس العالم. إيه. سبونسرز بيلعبوا. أيضا بدنا نرحب بشادي قاعي، مساء الخير بشربل قاعي، مساء الخير شربل. نحن وياك بدنا نحكي عن حدث حلو كتير كان عم بصير من أسبوعين، وهو أسبوع. توزيع الجوائز للسيدرز كامل تروفي كان عم بصير بمنطقة فريا كفر دبيان، بمنطقة كفر دبيان. بدنا نحكي عن نشاطاتكم على مدار السنة، هلا بدنا نشوف أيضا من الصور وين فينا نعمل هذه المسابقات نحن وياكم بمنطقة كسروان، أو لا أنتوا عم تتوزعوا بكل المناطق اللبنانية؟ بكل المناطق اللبنانية، بكل الجبال، يعني إذا بدك بكل الجبال من الزعور على رأي الصندي. شادي أفرود على الطريق أو برات الطريق؟ على طرقات لبنان بدأ أفرود، صار بدأ أفرود، ما عاد فيك تمشي بسيارة سيدان عادية. نعم. لا، نحن بجمالا بنعمل سفاري يعني من كل المناطق، يعني من صنين، زعرور، على الكفر دبيان، على الأرز، على كل المناطق، يعني بنزرع أرز بكل بموسم يلي لازم نزرع أرز فيه، يعني مع صديقنا بالكرم، أكيد مع صديقنا وهو العراب إذا بدك للفريق، يعني بنوجه له تحية لبالكرم، على طول هو معنا، على طول موجود معنا، على طول دعمنا، طلع كذا مشوار معنا وقريبا رح يطلع مشوار كمان على الأرز كمان معنا، وهو بكون عم بيسوق بكل مشوار. نحن عم نطلع على العالم، عم يتفرجوا على لبنان الثاني، على 10452 ثاني، غير وجه لبنان. نعم. 100%، يعني نحن دائما عم نطلع 10000 مش مخلصين، كيف لا، غير شيء غير مناظر، غير شيء، يعني نحن كل مره عم نطلع ونحن بننبسط بهالمناظر اللي عم نشوفها، بعيد عن التلوث، بعيد عن كل شيء. اكيد نحن خلينا نشوف صور نحن وياك شرب لهيدا الموضوع ونحكي أكثر، هيك بياخذوا الشباب فكرة أوضح عن موضوع السيدرز كامل تروفي. أوكي. هاي الحفلة تبعكم؟ هيدا الإيفنت من أسبوع، كانت سبت الماضي، مش هذا سبت، من 10 أيام. نعم مضبوط. كنا عم نشتغل كل شيء بالريسيكلاج، يعني كان في هيدا بلي كرام كان موجود معنا، كل شيء ديكور كان موجود من اشياء لميناها من الطبيعه، يعني لمين فوق 3000 خرطوشة صيد عملنا فيهم تابلويات، كان معنا ممثل عن قائد الجيش الايام مقام بلديه كفر دبيان، دعمتنا كمان فوق مشكوره، اشتغلنا كثير اشياء لبنوكي كلها من طبالي دوليب، اشتغلنا فوق 300 طبليه، يعني اشتغلنا فيهم ديكور. مختار كفر دبيان كمان كان معنا، كل 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 اللي بيحب هيدي النار هول الصور ورا وديا. كم شخص انتو؟ كم شخص كنا بسهرة؟ لا، كم شخص انتو بالفريق سيدرز؟ نحن بالفريق تقريبا بال15 جيب يلي هن بالفريق، يعني بس نحن على طول بنكون اكثر يعني من هيك بكل تريب، يعني بس نحن فوق اشتغلنا هيدا كل الشغل، نشتغل فوق، نشتغل ب 48 ساعة، اشتغلنا فوق، كنا 8 أشخاص معنا كم شاب يعني عم بيساعدونا، بس 8 أشخاص كنا عم نعمل كل هالشغل من بنية تحتية إذا بدك، من حمامات لمطبخ لكل شيء، الأكل كله نحن كنا حتى عم نعمله، عملنا إنجاز، عملنا تحدي، تحدينا نفسنا بهالشيء اللي عملناه، وكانت سهرة كتير رائعة، كنا تقريبا 350 شخص بالسهرة، وسهروا العالم للصبح، كانت كثير حلوة، شغلة حلوة. أنا بعد شو بدنا نشوف صور فيروز والسيدة فيروز وصباح وديع صافي وديع صافي
بغض النظر عن الألقاب من الخرطوش عملتوه؟ من الخرطوش اللي لم من الجرد من منطقة وردة. أنتوا كنتوا؟ نحن كنا بوردة. شادي، قبل ما ننتقل للمواضيع الأخرى وخاصة ترانسفير اليوم، لفتني خبر بعتقد اللجنة الأولمبية الأسترالية انتقدت السلطات البرازيلية، عم تقول إنه ستاندرد الغرف بالبرازيل، هذا تعقيبا على كلامك حول موضوع كرة القدم، منه بالستاندرد العالمي، يعني كانوا متفاجئين بمستوى الغرف الأولمبية. صراحة نجيب البرازيل أو ريو دي جانيرو، هلا أنت عندك خبرة لأنه غطيت كأس العالم. صحيح، من وقت ما استضافت يعني أو فازت بشرف استضافة الألعاب الأولمبية كان عندها مشاكل كتير كبيرة، وحتى يعني عملية استضافة ألعاب أولمبية في مدينة بدون دعم الحكومة، يعني فقط المير أو عمدة المدينة هو اللي عم بيحاول يقاتل من أجل تنظيم هذا، لأنه أكيد بيرد له يعني بيعطيه دعم كتير كبير للمدينة، دعم اقتصادي وبيعمل حركة اقتصادية ونشاط كتير كبير. وبعدين هو يعني حتى تصريح لعمدة مدينة ريو دي جانيرو قال إنه في كتير مشاريع أساسية من بنية تحتية وبناء أوتيلات 11 مليار بعد جربوا يمرروا نجيب، يعني بسبب ضغط الألعاب الأولمبية وضغوطات من الأي أو سي جربوا يمرروها ويحطوا الحكومة، بالتالي الحكومة البرازيلية تحت هذا الضغط لتمرير هذه المشاريع، لأنه كانت الحكومة رافضة تمول هذه المشاريع وتقوم فيها. فيعني ما بستغرب انتقاد اللجنة الأولمبية الأسترالية، وبعتقد أنه رح يعانوا من مشاكل لوجستية كتير كبيرة، ولكن بطبيعة الحال بتمنى لهم التوفيق وبتمنى لهم ينجحوا، لأنه الألعاب الأولمبية صحيح أنه ريو دي جانيرو عم تنظمها، بس هذا حفل يعني حفل حتى بخص كل العالم، في عنا أكيد بكرة بعثة لبنانية وبعثات عربية وبعثات أوروبية، يعني هذا عرس رياضي عالمي نجيب، وبتمنى أنه ينجح لأنه كل أربع سنين مرة منشوفه بعيد عن الحرب والدمار، والهيدا هو يعني فسحة أمل بتلتقي فيها الشعوب من كافة أصقاع العالم. هلا يكون لنا نصيب نحن كلبنانية أو بعثة لبنانية، عنا 9 أشخاص راح بيشاركوا، في عنا يمكن أمل أو أملين نقدر نعمل ميدالية إن شاء الله نقدر نحقق هذه النتيجة. هلا راح نشوف صور لعملية ربما انتقال هيغوين لنادي يوفنتوس من نادي نابولي. على كل حال يوفنتوس بلش فكر ما بعد بوجبا إذا بدك. صحيح، خلص مضطرين يفكروا هيك من دون شك، لأنه بوجبا بنظري أنا خسارة ليوفنتوس هلا. بس ويغوين هدف كبير جيد، وخاصة داخل بوكس قليل هلا نجيب ما تلاقي، يمكن هو سواريز برشلونة أفضلهم داخل بوكس يعني كمهاجم صريح، وبتوقع له ينجح. أنا مع يوفنتوس، فإذا رح نشوف صور عن هيغوين انتقاله لنادي يوفنتوس، خاصة أنه العملية رح بتكون حلوة بالنسبة له، رح يقبض حوالي 10 مليون مع الدعايات كراتب سنوي، رغم انه اجى عرض كمان خيالي اذا فينا نقول من الدوري الصيني، بس فضل انه يضل باوروبا. على كل حال بنفس الوقت بدنا نحكي شوي عن قصه الدوري التركي، بلش يخسر لاعب ورا لاعب من الكبار، عم بفضلوا الامان ما يروحوا يلعبوا بتركيا، هذا شغله كثير رح بتاثر ربما على الانديه التركيه المشاركه بالبطولات الاوروبيه. كلنا بنعرف نجيب قد ايه الامور سياسيه او احنا يمكن الامنيه كمان صار، والامنيه كمان بتاثر على النجوم، بحبوا يكونوا مرتاحين عايشين بتعيش بامان، لانك بالنهايه بدك تقدم مستوى منيح، لازم يكون على الاقل مرتاح. هون عم نشوف بوجبا خلص تقريبا بوجبا بده يروح. طب هلا نية برايك انت اليونايتد اليوم عم بيشتغل بشكل عم بيجيب اسماء كبيره، ما بعرف شو يعني زلاتان بوجبا، بصراحه روحه زلاتان على مانشستر يونايتد بالنسبه لي كانت مفاجاه. زلاتان منه هذا اللاعب الصغير يعني اللي بيقدر يمكن بيعطيك سنه او سنة وماكسيموم سنه الجاي زلاتان، وكلنا بنلاحظ زلاتان اخر هذا الموسم ما كان زلاتان اللي كنا بنعرف. خلص بعتقد روحته لهونيك شوي عليه شخصيه هو مورينيو تنفيعه، ممكن تكون هيك وممكن تكون لا. مورينيو كثير مدرب ذكي جدا بهالامور، بحاول زلاتان راح يكون الشخص اللي راح يساند مورينيو مع اللاعبين. انا بعتقد انه حسب ما تبعت يعني زلاتان بي اس جي مثل ما عم بيحكي فادي،
وجوده وشخصيته على ارض الملعب بتساعد المدرب وبتعطي دعم معنوي كثير كبير للاعبين حتى. وبعتقد كمان في جانب كمان مهم كثير نجيب، هو الجانب الاعلامي او التسويقي للنادي. يعني نحن شفنا حتى دافيد بيكهام، دافيد بيكهام كانت خلصت الكارير تبعه واجى على باريس سان جيرمان، قعد فتره موسم ورجع راح. يعني كمان مانشستر يونايتد بسبب النتائج المخيبه في السنوات الماضيه بحاجه لنجوم من عيار زلاتان، لو على ارض الملعب زلاتان ما قدر يعطيه، ولكن اعلاميا يعني بيقدر يعطيه ضخ. هلا لغيوا التريب بالصين اول شيء بسبب التلوث الكبير بالصين وبسبب نوعيه الارض. ما ننسى نجيب انه مورينيو واصل جديد على مانشستر يونايتد بحاجه لسنه سنتين، بس انا كمان هيدي قصه مورينيو بيطردوه بتشيلسي بيرجع بيجي بعقد خيالي على اليونايتد. شو برايك انت شو قصته هو وتشيلسي؟ شو يلي ما ركب مع النادي؟ العلاقه مع اللعيبه من هيك كان بحاجه لزلاتان مع اليونايتد؟ فلتوا من تشيلسي، هي لعيبه تشيلسي ما بقى بدهم اياه لمورينيو، لانه كلنا بنتذكر نشوف هازارد كيف وصل لوين، وصل لاي مرحله من 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 عدم المبالاه. فابريغاس كان من واحد من اللاعبين اللي اهم اللاعبين اللي كان بدهم مورينيو يطلع من تشيلسي. كلنا بنعرف شخصيه مورينيو بحب هو دائما يكون ستار بالفريق، يعني مش اللاعبين، بحب الاضواء تكون كلها عليه. صح انه هو بيريح اللاعبين بكثير من الاوقات، بيعتبر انه الخساره دائما عليه، بس قد ما يكون اللاعب كمان بحق له هيز اون سبيس. حلو اللاعب يشوف انه انا كمان ستار بفريقي، يعني ما فيك تجيب هازارد وفابريغاس تهمشهم لانه مورينيو المدرب. كمان انه شخصيتهم كل واحد عنده منتخب في بلد وراه وفي صورته وفي مستوى. وبعتقد هلا مورينيو رح بيقدر يعمل هيك بمانشستر، لانه مانشستر ما عنده هالستارز. هذا معطرين بمانشستر، اليكس كان اكلهم راسهم 30 سنه، وهيدا هلا بعتقد عم بياثر على مانشستر يونايتد، لانه شفنا رايان جيكس حاولوا يعملوه مدرب ما قدروا. بنظري انا كل هيدي من وراء طريقه فيرغسون. شفنا سكولز بعد عن الفوتبول، جيجز حاول بطريقه ما انه يكون مساعد مدرب فشل. كلها بتحسها شخصيتهم، كان عندهم ليدر واحد هو روي كين، من بعدها ما اجى ليدر على مانشستر يونايتد. مش لهلا مش قادرين يطلعوا شخص من الفريق القديم او من الجيل القديم ليكمل بالسيستم تبع مانشستر يونايتد ليكون بالستاف. فبالتالي كانوا بحاجه ل لمدرب مدرب، بس مش مورينيو بنظر. يعني عم بقول لك هذه غريبه. بدنا ننطر كونتي تنشوف شو بده يعمل مع تشيلسي. بدنا ننطر كونتي، والاكثر من بدنا ننطر جوارديولا. انا جوارديولا عم برجع اقول لكم، يعني مش لانه فال من عنا من برشلونه، بس انا لم يقنعني بنادي بايرن ميونخ. يمكن معك حق اذا بدك تنظر للامور على صعيد نتائج. ما جاب كاس اوروبا، ما جاب تشامبيونز ليج، اوكي، بس معك حق يمكن بهال. بس اذا حتى بنلاحظ كانت يعني البنالتي اللي ضايق، كلنا متذكر انه بنقتنع انه المباراه عباره عن الحظ له فوز. بدك شوية حظ يعني مولر لو سجل البنالتي يمكن كانت طلعت نتيجه 4-0 و5-0. فادي في نقطه كثير مهمه بالنسبه ل يعني الالقاب. يعني اذا نحن عم نحكي معيار تشامبيونز ليج او كاس الاتحاد الاوروبي، انه هن بيقولوا لك انه هيدا بدلوا على اذا هذا المدرب نجح او لا، انا بعتقد في عندك فرق او انديه كثير كبيره بتقعد 5 سنين وست سنين ما بتجيب تشامبيونز ليج او حيالله لقب اوروبي وبتربح دوري محلي، ولكن المدرب بيعتبر ناجح. نحن هلا لانه بايرن ميونخ مطالب دائما بنتائج كثير كبيره ومطالب دائما ينافس على لقب تشامبيونز ليج، يعني يوصل سيمي فاينل او فاينل. مش معناتها اذا ما وصل سيمي فاينل او فاينل بيكون جوارديولا فشل، لانه انتبه نجيب، بس فشل يعني لا ما فينا نقول فشل، لكن بده فشل لانه بده تشامبيونز ليج. كان الهدف هو احراز تشامبيونز ليج، مش يربح الدوري المحلي بمواجهه دورتموند ضعيف. الدوري المحلي منه هدف؟ لا بلا، بس انه كان عم يربح بفرق كبير جدا. الدوري المحلي هدف نجيب، دوري قوي، بس انه بالسنوات الاخيره كنا عم نشوفه كيف عم يربح بفرق كبير جدا. بس شفت ما كان فيها المنافسه. نعم السنه ما على كل حال، هلا هذا الملف حكينا عنه اكثر من مره، خلينا ننتقل كمان بدنا نشوف مدرب باريس سان جيرمان كمان الجديد شو رح يعمل مع فريقه، لانه اليوم القطريه مطالبين انه نادي باريس سان جيرمان يربح تشامبيونز ليج. من هيك شو حطوا لوران بلان؟ صحيح، ولوران بلان فشل مع باريس سان جيرمان بحظ الالقاب، كلهم بدهم تشامبيونز ليج. هلا في هذه النقطه بدنا نسال عنها بعد شوي، بس خلينا نتابع نحن وياكم ايضا صور عن تور دو فرانس قبل ما نرجع نحكي سيدرز كامل تروفي، ونفتح ايضا كمان ملف كرة القدم. تور دو فرانس، فإذا مرة جديدة عم نشوف فوز كبير جدا
اذا فينا نقول لكريستوفر فروم ربح بال2013 وربح بال2015 وربح بال2016 و شادي مثل ما كنا عم نحكي هو قدر انه يسيطر على قصه الصعود لمنطقه مونتي. الالب المونتي اللي هي النقطه الاساسيه اذا بدنا نقول ومفتاح الفوز هذا اللي كان يعمله بزمانات لانس ارمسترونغ صحيح نجيب بقصه تعاطي المناشطات حسم تور دو فرانس يعني غالبا ما ياتي بخلال المونتي تبع الجبال الالب قبل الوصول قبل الصعود اذا ينزل مش الى باريس وهون فرومن قدر تمكن يعني من حسم السبق تور دو فرانس 2016 من خلال يعني تسلقه والمونتي تبع جبال الألب. طيب شو هالسر بالتور دو فرانس بيضل عنده هالهاله درجتها وقية اذا بدنا نقول الفولتا الجيرو الولايات المتحده الامريكيه السباقات ما عندهم هالهاله اللي عنده اياها التور دو فرانس؟ هو الاهم والاصعب نجيب لانه هو الاصعب ويعتبر يعني مثل ما نحن بناخذ باسكت بول اذا بتشوف الدوري الاوروبي بالباسكت بول دوري كثير قوي بس لما تحكي ام بي اي خلص غير موضوع ما بنقعد نحكي باسكت بول بمحل ثاني لانه الام بي اي هو اهم دوري بالعالم دوري لبناني من ناحيه القوه يعني اذا عم نحكي وضخ الاموال كمان التور دو فرانس هو الاساس هو الاهم والاصعب ومن هيك بيخطف دائما من الاضواء وما تنسى انه يعني كمان باريس مدينة ساحرة وهي ما تستقطب الأضواء بشكل أنت بتحبها كثير لألا من أهم المدن بالعالم بأهم المدن خاصة أن اليوم عندك شغل أكثر وأكثر بالعاصمة الفرنسية تنشوف هلا بعد شوي بدنا نفتح هذا الملف المهم ملف الشامبيونز ليج ولكن هلا خلينا نرجع لك شربل سيدرز كامل تروفي شفنا الحفلة بدنا نشوف كمان فيديو آخر حول هذا الموضوع كم نشاط بتعمله بالسنة؟ على طول صيف شتاء عنا نشاطات ما بتتوقف نشاطات يعني ما دام فينا نمشي بالثلج فينا نمشي وكل الصيفيه بنعمل كامبينج بنطلع سفاري نشاطات على طول مفتوحه يعني كل على طول ايام السنه في نشاطات نحن وقت نحكي سيدرز كامل تروفي بنحكي عن سياره واحده اذا بدك هي الديسكفري القديمه او الجديده بس ال ار اليوم صارت بس انه في نوعيات اخرى من السيارات عم تشارك معكم؟ اي كتير اوقات في كتير سيارات يعني حيالله سياره فور ويل فيها تمشي مطرح ما بنمشي ما في خطوره على الطريق ما في شيء يعني حتى مره طلعوا معنا من اليازا جوداكاش طلع معنا من اليازا وانبسط كتير كبرين الجاتو لا كتير سيفتي ما في شيء ما في خطوره ما بنفوت على كتير اكستريم نحن بهمنا نطلع ننبسط ونتسلى بس اللي عم نشوفه هو اذا بدك اكبر من حدث صغير يعني ليك السيتنج اللايتنج الامور كلها سوا والسياره اللي عم نشوفها عاده هلا الحلوه اللي نحن بنحبها بالسفاري بالكامل من هيك يمكن ان هالانطباع عنا للسياره كل شيء نعمل فوق نعمل اكيد من وراء سبونسر لان كان في معنا سبونسر السنه واولهم الام تي في يعني اكيد ومين كمان كان في اذا كان معنا الام تي في ماستر باك سانيتا بادي شيب ايمز وود اون فورم بلديه كفر دبيان كلهم كانوا عم يدعمونا بشكل ان شاء الله ما اكون ناسي حدا كلهم كانوا عم يدعمونا وبيلي كرم ديوبا على طول بنسيه اوعى ننسى بيلي الله يخليك وبيلي كرم اكيد من الاوائل اللي داعميننا بالفريق اشتغلنا كثير 48 ساعة برجع بعيدها 48 ساعة كنا حكينا عن هذا الموضوع وعملنا كل شكرا شيء. لك شربل هلا بدك تضل معنا على كل حال بدنا نسألك بالسؤال الأخير وين رح تكون المحطة المقبلة بالسباقات بس هلا بدي افتح هذا الملف المهم بالسنوات الأخيرة شفنا 2014 2016 فينال عائلة مدريد الأخوية أتلتيكو بمواجهة الريال هل فينا نقول أنه صار لقب بطولة الشامبيونز ليج محصور بأربع أو خمس أندية فقط والباقي كله صار بيحلم بس ما بيقدر يوصل الفينال يعني برشلونة شفناهم عملوا ساقة كلها تبعهم من التسعينات أو إذا بدك من الأوائل الألفية الجديدة لليوم ربحوا أربع ألقاب وربحوا صحيح. أول لقب بالتسعينات صحيح. هل صار اللقب محصور بريال برشلونة اللهم شي ناديين ثلاثة يجيوا من هون أو من هون وأتلتيكو شوف نجيب يعني اليوم تعقيبا على الكلام اللي كنا عم نحكي باريس سان جيرمان وناصر الخليفي والقطري من وراهم بدهم لقب تشامبيونز ليج يوفي اليوم عم بيحضروا بدهم لقب تشامبيونز ليج باير قلنا انه زلمه فشل لانه بده تشامبيونز ليج مانشستر سيتي تشامبيونز ليج الانجليز كل الانديه تبعهم بدهم تشامبيونز ليج شوف نجيب انت عم تحكي كل عم تحكي شيء معك حق فيه كل بنهايه كل فرق اوروبا بدها تشامبيونز ليج بس يعني اللقب محصور بيه
لكثير من عوامل. خلينا نقول بدك لتاخذ تشامبيونز ليج بدك اول شيء بنش مثل اللي عم يلعب مثل اللي عم يعملوا اليوم برشلونه عم بيجيب بكل بوزيشن لاعبين او ثلاثه. صحيح، بس بنظري بعده مدافع سوبر مع امتيتي. يعني خلينا نقول بدك اول شيء قلنا بدك عدد نوعيه لاعبين عندك مميزين، مش اللي بيعطيك شهر وشهرين. فهمت علي شو نجيب؟ بدك عدد نوعيه لاعبين توب بيمشوا معك، ومش 10 لاعبين او 12، بدك 20 لاعب 24 لاعب مينيموم نفس المستوى. في حال تعور لاعب في الثاني تعور، وهيدي اللي ما عم بيقدروا يعملوا الا عدد قليل من الانديه، وهيدي اللي ما عم بيقدروا يعملوا اذا بدك اتلتيكو بمواجهه الريال. هيدا عم يبين الفرق. وبعدين البادجت بتلعب دوره، انت ما فيك تجيب يمكن باستثناء ريال مدريد، نعرف قد بيريز بحب المغامره كثير، جاب جارث بيل ب 100 مليون وقت اللي كان مبيع زيدان ب 40 مليون او 60 مليون. يعني بدك بادجت كبيره كمان لا تمشي مع الدوري وتمشي مع الكاس وتمشي مع تشامبيونز ليج. يعني انت عم تمشي نفس الفريق على ثلاث بطولات كبيره فينا، وغير سيستمز كمان، كل واحد صحيح سيستم مختلف. يعني الانديه محصوره ايه، وكمان سنة رح تكون هيك محصوره. هلا خلينا نشوف تنس ونحكي نحن وياك الطريق الى فلاشينج ميدو، الطريق الى نيويورك بتبلش من واشنطن، بس بالعكس يمكن بالانتخابات بتبلش بنيويورك وصولا لواشنطن. خلينا نشوف نحن وياك شادي ابرز المواجهات اللي كانت عم بتصير هذا الاسبوع بالولايات المتحده الامريكيه. بدنا نبلش بالمباراه النهائيه عند الرجال. صحيح، مونفيس الفرنسي اللاعب الاسمراني كان عم بيواجه اللاعب الكرواتي ايفو كالوفيتش اللاعب العملاق الكرواتي، وتمكن مونفيس بعد مباراه كثير كبيره امام كالوفيتش صاحب الارسالات الصاروخيه من الفوز باللقب، لقب كثير مهم على الاراضي الصلبه. نحن بنعرف انه اللاعب جايل مونفيس يشتهر يعني على الاراضي الترابيه، ولكن نتيجه مميزه له على اراضي واشنطن الاراضي الصلبه في وجه العملاق الكرواتي ايفو كالوفيتش. إذا النتيجة مميزة لجايل مونفيس. في ستانفورد كونتا من مفاجأة البريطانية من بريطانيا تمكنت من الفوز على فينيس ويليامز في النهائي، كمان نتيجة مميزة لكونتا أمام فينيس ويليامز اللي بتلعب على أرضها وأمام جمهورها، وأيضا فينيس ويليامز مميزة على الأراضي الصلبة وتشتهر بإرسالاتها القوية، وكونتا تمكنت من إحداث يعني صحيح نجيب تمكنت من إحداث المفاجأة. على كل حال واشنطن فأذن هي البداية اليوم عن الاستراليان، عن الكنديان اوبن السنه اللي بتصير بتورنتو وموريال، وبعدين عندنا سينسيناتي قبل التوجه الى فلاشينج ميدوز حيث سوف تقام رابع بطولات الجراند سلام هذا الموسم واخر الموسم يو اس اوبن. هذا الموسم الصيفي بلش هيك شهر شوي اذا فينا نقول مزبوط. بلشنا نفوت بشهر اب، اما بالختام فرح ننتقل مره جديده للندن للاوتو ارينا تنكون مع اخر لقاء بالعاب القوى قبيل توجه الجميع لالعاب ريو الاولمبيه. رح نبلش مع الهولندية دافني تشيبرز يلي ربحت سباق ال 200 متر، وبالطبع هي كمان رح بتكون ابرز المرشحات للفوز بلقب بطولة الالعاب الاولمبية. مو فرح مثل عاد اسم الله عليه ما عم بخفف ابدا من قدراته، عم بحقق نتائج منيحة هون عم نشوفه بال 5000، اما اكاترينا ستيفانيدي رح تربح القفز العالي و بالطبع القفز بالزانه، ولكن بالطبع رح بتكون هي المرشحه لانه يزنبييفا ما رح تلعب بعتقد بالالعاب. جوكوفاكس يلي فشل بالتصفيات الامريكيه عم بحقق المركز الاول برمي الكره الحديد، كليمنت عم بيربح ال 400 متر حواجز، وسانترا بيركوفيتش نتيجه ممتازه 69 متر فاصل 94 رميه انت بتسميها خرافيه على طريقتك. وهون الصيني جزينغ لونغ مع صحيح انه بعيد كثير عن الرقم القياسي 8 امتار فاصل 11 بالقفز الطويل، يعني جايينا موسم حلو بالالعاب الرياضيه. ولكن دخول الصين الى منافسات العاب القوى عند الرجال علامه فارقه نجيب، دائما كانت الصين دخلت في السنوات الماضيه عند السيدات، اليوم عم نشوفها عم تنافس بالرجال عند الرجال مليارين مليارين ونص في سيستم نجيب، وهذا دليل على التخطيط في سيستم صحيح، وهذا السيستم يلي مشوا فيه اليوم. اذا بدك الاسبان اليوم عم نشوفهم ربحوا بطوله اوروبا لل تحت ال 20 سنه بالباسكت بول امبارح، والفرنسويه الناشئين كمان عندهم فادي حلو ربحوا ببطوله اوروبا على التليان 4-0 بكره القدم. صحيح. يعني السيستم الاوروبي اذا بدك
الافضل هن الاسبان كتخطيط دولي وتيربحوا بطولات، على ما عم نحكي كاشخاص بضل عندك من هون ومن هون ومن هون. صحيح، في الاسبان، في الفرنسوي، في البرتغيز، البرتغال عم بيربحوا بكرة القدم. يعني طيب كيف شايف لنا الموسم المقبل؟ جيد. الدوري الانجليزي كنت عم تطرح، لانه بعد عنا دقيقتين كل السبعه الدوري الانجليزي هو راح يكون الاساس. فينا نقول لنشوف رانييري شو راح يعمل مع ليستر، هل في يرجع يعيد هلا باك تو باك صار السنه الماضيه، مع انه مستصعب هلا وبعد استغنائه عن هلا سمعت محرز يمكن يطلع من الفريق يلي طلع افضل لاعب، طلع هداف الدوري، هداف الدوري الانجليزي، وطلع واللاعب اختاروه افضل لاعب MVP صح. وبعد في مورينيو لنشوف شو بده يعمل مع بايرن ميونخ، مع يونايتد وغوارديولا شو بده يعمل مع السيتي، كونتي شو بده يعمل مع تشيلسي. انا بعتقد كونتي رح يعمل الاضواء كلها رح تكون بعتقد بانجلترا. والارسنال لنشوف هل هذا ارسنال كما مثل ما بقولوا مثل العادي، يعني افضل بجيب لعيبه وبيبيعهم وطريقه الارسنال بيلعبوا بطريقه كثير بعتقد رح تكون حلوه. بالدوري الاسباني معروف مين؟ ريال بارسا. لا برشلونه اكيد برشلونه. شرب الكلمه اخيره، فاذا اي متى رح بيكون في سباق؟ اذا حدا بده يشارك بيتصل بمين؟ بيتصل فيي 701-701-14، ونحن كل احد بالمبدا كل مره بمنطقه من جبال لبنان الحلوه على طول موجودين. شرب فاذا بنتمنى لك الخير، وشادي بدنا نتمنى لك هيك تغطية جيدة. هلا خلصت الفرصة بلبنان، بقى ترجع تجي بدنا نشوفك عيد ميلاد إذا الله راد. طلعت معنا مرتين، بدنا نشكرك على كل المعلومات القيمة يلي بتعطينا إياها ببرنامج سكور. وأنت ما لازم تنسى أبدا أنت انطلقت من الـ MTV صحيح، من هون من بيتك. ثانك يو يعني. لك وثانك يو للـ MTV نجيب. شكرا لك وشكرا لجميع المشاهدين. نرجع نلتقى مرة جديدة كمان فادي، بدنا نرجع نشوفك معنا وقت تكون موجود بلبنان. ثانك يو نجيب وشكرا للـ MTV. شكرا لك وشكرا لجميع يلي كانوا عم بيتابعونا. نرجع نلتقى تاني المقبل بحلقة جديدة من سكور. Thank you.